وتحضيره شباب ميكانيك بيكور بمستوى فني رفيع أبدع فيه رفاق بوقدوم الذي كان أحسن عنصر. الدقيقة 10 من هذه المقابلة فرصة يضيعها شباب ميكانيك بيكور على أثر محاولة من طرف اللاعب يحيى الذي كان وجه تمريرة ناحية قلب الهجوم نجازي، وبضربة رأسية نجازي يكاد يفتح باب التسجيل. فرصة لصالح شباب ميكانيك بيكور ونجازي، ضربة رأسية ولكنها تمر أو يتمكن منها الحارس بغلول. دقيقة 13 تمريرة من بوقدوم ومجبوري الجناح الأيسر يفتح باب التسجيل. هدف مقابل صفر لصالح وفاق الفلين للقلب. مجبوري رقم 11 يسجل في مرمى حارثي. حاول الزوار تنظيم صفوفهم والقيام بهجمات متوالية قصد تعديل النتيجة، خاصة عن طريق يحيى نجازي وكذلك باداش، ولكن بغلول في العديد من المرات ينقذ الموقف. فرصة أخرى والآن بوقدوم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قذفة قوية تصطدم بالقائم الأيسر للحارس حارثي، وينتهي الشوط الأول بهدف مقابل صفر لصالح الكل. الشوط الثاني كانت الفرص فيها أقل من الشوط الأول، خاصة من طرف باداش بالنسبة للشباب الذي ضيع فرصة لا تعوض في الدقيقة 81. بعدها مجبوري ينفرد بالحارس حارثي ويضيع الفرصة، تنتهي المقابلة هدف لصفر لصالح الكل.